غير انتشار فيروس كورونا من عادات البشر إلى حد بعيد، حيث لم يعد هناك أمر نستغربه أو نستبعده، فحياتنا أخذت منحا آخر تتلائم فيه مع وضع الحجر والتباعد الاجتماعي المفروض على الدول والحد من التجمعات. ما فرضه كورونا دفع العروسين الأندونيسيين محمد وأوجي إلى إقامة حفل زفافهما واقتصاره على 8 أشخاص فقط، أما باقي المدعوين فكانوا يشاهدون مراسم الزواج عبر الإنترنت من منازلهم. لو سألت ما إذا كنا محبطين، بالتأكيد، ولكن علينا قبول ذلك لأن هذا لا يؤثر على شخص واحد أو اثنين، علينا قبول الوضع. العروسان كانا يتواعدان منذ 2 سنين تقريبا، حالمين بزفاف ضمن قاعة مناسبات في جاكرتا بحضور 500 مدعو، لكن شاءت الظروف أن يتم الاحتفال ضمن طقوس اقتصرت على العائلة، ومراسم الزفاف انتهت بأقل من الساعة. هذا ولم تعلن أندونيسيا حظراً رسمياً بالرغم من وجود ما يقارب 3800 إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 320 حالة وفاة.